هنتكلم النهاردة عن مرض شائع جدا، هو مرض الإصبع الزنادي أو تريجر فينجر أو التهاب وتر الأصابع. الإصبع الزنادي ده عبارة عن التصاقات بتحصل حوالين الوتر القابض للصباع، بيحصل أكتر في مرضى السكر، بس مش شرط في مرضى السكر فقط، أو الناس اللي بتستخدم إيديها كتير جدا في الشغل حرفة يدوية، بيحصل التهابات حوالين الوتر. الالتهابات دي بتبدأ بوجع في هذه الأماكن ثم بتعمل التصاقات حوالين الوتر، فالوتر مع كل حركة ممكن يعلق في الالتصاقات، فإحنا بنيجي نفرد الصباع ممكن نلاقيه علق وبعد كده يروح ناطر لغاية لما بيتفرد. تشخيص المرض ده بيعتمد تماما على شكوى المريض وعلى الفحص الإكلينيكي فقط. بعد ما بنشخص مرض الإصبع الزنادي بنبدأ العلاج. العلاج طبعا بنبدأ أول حاجة بالعلاج التحفظي، يعني عبارة عن أدوية وتمارين وعلاج طبيعي ممكن نعمله للمريض، ولو في أي أمراض مزمنة زي السكر والحاجات دي بنبقى منظمينها، والمريض يروح الدكتور المتخصص في هذا المرض المزمن بحيث ما يبقاش في أي حاجة تمنع إن العلاج التحفظي يجيب نتيجة. في حالة فشل العلاج التحفظي ممكن نلجأ للحقن الموضعي، حقن لمضاد الالتهاب أو كورتيزون موضعي حوالين الوتر. في حالة إن الحقن فشل أو ما جابش نتيجة أو الحالة متقدمة ممكن نلجأ لعملية تسليك الوتر. هي عملية بسيطة بتتعمل في 5 دقايق أو 10 دقايق، فتحة نص سنتي أو سنتي، بنشيل الالتصاقات وبنحرر الوتر وبترجع الإيد طبيعية 100%، وبيرجع المريض يمارس حياته بشكل طبيعي. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.